دائما بالأخبار المحلية، لكن قبل ما نروح لجولتنا الإخبارية أحب أفكركم بالتواصل معنا عن طريق الاسماس والرقم بيظهر أسفل الشاشة. شاركوا معنا برأيكم، هل تؤيد عودة مانويل جوزيكا مدير فني للنادي الأهلي مرة أخرى أم لا؟ ونروح لأخبارنا المحلية ونبتديها من النادي الأهلي. والأهلي يكلف زيزو بقيادة فريق الكرة فنيا وإداريا حتى مباراة السوبر. قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر توجيه الشكر للكابتن علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة فتحي مبروك على توليهم المسؤولية عن الموسم المنقضي. وتكليف عبد العزيز عبد الشافي زيزو بالإدارة الفنية والإدارية للفريق الأول لكرة القدم والإشراف على قطاع الكرة حتى مباراة السوبر المحلي المحدد لها يوم 15 أكتوبر الجاري في الإمارات. وقرر المجلس في اجتماعه الطارئ الذي انعقد أمس الانتهاء من إجراءات التعاقد مع المدير الفني الأجنبي الذي سيتولى مهمة تدريب الفريق الأول في الموسم القادم، وتم تأجيل الإعلان عن المدير الفني الجديد لمدة 72 ساعة. وزيزو يصرح المهمة صعبة والأهلي يمتلك كل مقومات النجاح. أكد عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للنادي الأهلي أن الأهلي يستحق التضحية، ولذلك قبلت المهمة في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها القلعة الحمراء. وتمنى زيزو التوفيق لفتحي مبروك المدير الفني السابق وأحمد أيوب المدير العام، موضحا أن الأخير اعتذر عن استكمال المهمة، ومحمد عبد العظيم عظيمة كفء لمنصب المدير العام. وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن الجهاز الفني للمنتخب قادر على إخراج لاعبي الأهلي من الحالة السيئة التي يعانون منها خلال تواجدهم معه في الإمارات، مضيفا أنه لم يحسم أمر الجهاز الفني حتى هذه اللحظة. أحمد حمودي يلمح بالعودة لبازل في يناير بسبب مستحقاته. فجر أحمد حمودي لاعب وسط الزمالك أزمة جديدة داخل الفريق بعدما أعلن المقربين منه عن رغبته في الرحيل عن الزمالك وفسخ التعاقد وإنهاء الإعارة والعودة لفريق بازل السويسري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل، بسبب عدم التزام إدارة النادي بدفع مقدم تعاقده ومستحقاته منذ انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وطلب حمودي من أحد أعضاء الجهاز الفني التوسط لدى الإدارة لإنهاء الأزمة والحصول على مستحقاته، وإلا فإنه سيرحل عن النادي، واصفا بأنه لا يلقى معاملة جيدة ماديا أو معنويا من الجهاز الفني، وهو ما يؤثر عليه نفسيا وقد يهدد حلمه بالعودة للاحتراف الأوروبي مرة أخرى. واتحاد الكرة يفاوض 7 حكام أجانب للسوبر المصري. أرسل مجلس إدارة اتحاد الكرة طلبات ل7 دول لاستقدام حكام أجانب لمباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك والمقرر لها 15 أكتوبر بالإمارات، فيما أكد عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام أنه تم مخاطبة دول منهم إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وأوزبكستان وفرنسا وإنجلترا وهولندا، وما زلنا في انتظار الرد من أي من هذه الدول.
وبنوصل للدراويش وبعثة الإسماعيلي تصل الإمارات للدخول في معسكر مغلق استعدادا للموسم الجديد. وصلت بعثة النادي الإسماعيلي صباح اليوم إلى الإمارات للدخول في معسكر مغلق من 6 أكتوبر ل 14 أكتوبر، حيث يخوض الفريق 3 مباريات ودية استعدادا لبطولة الدوري الممتاز. واتفق مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة العميد محمد أبو السعود على خوض الفريق تدريباته على ملعب أهلي دبي الإماراتي. مشاهدينا بنوصل لنهاية جولتنا الإخبارية الأولى، وهي جولة الأخبار المحلية، ودلوقتي معدنا مع فاصل. لكن قبل الفاصل أحب أفكركم بالتواصل معنا عن طريق الأسم أس ورقم بيظهر أسفل الشاشة. شاركوا معنا برأيكم في عودة مانويل جوزيه لتدريب النادي الأهلي مرة أخرى. نطلع لفاصل ونرجع مرة تانية مع الأخبار العربية، تليها الأخبار العالمية. ابقوا معنا.